يسعد مساكم مشاهدينا الاعزاء وين ما كنتم، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده ومتجدده اكيد ومميزه من برنامج استديو الفجيره. فقرات متنوعه مشاهدينا الكرام في الادب، الثقافه والفنون وايضا الرياضه وغيرها، او الكثير طبعا من المواضيع اللي نسعى دائما ان ننقلها لكم من خلال هذه الشاشه المميزه، بالاضافه لمختلف الفعاليات والانشطه في اماره الفجيره وما حولها. وكالعادة مشاهدينا الكرام راح نبدأ فقراتنا معكم لهذه الليلة مع أخبار دار السعادة، وبعدها إن شاء الله بننتقل وياكم لفقرة ترند في دار السعادة، وبناخذ وياكم جولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بنروح لفقرة حديث الفجيرة، وهناك بنتعرف وياكم على مغامر إماراتي كسر جميع القيود وتجاوز مختلف التحديات ليتسلق أعلى قمم جبال العالم. وفي فقرة متميزون أيضا بتكون لنا وقفة مع شاعرة شابة من إمارة الفجيرة، وبنتعرف وياكم على مسيرتها الشعرية والأدبية، وراح نكون دائما وأبدا في انتظار تفاعلاتكم ومقترحاتكم في مواضيعنا المختلفة وفقراتنا أيضا المتنوعة، وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الفجيرة وتحديدا على هاشتاغ استديو الفجيرة. والحين مشاهدينا خلونا نروح وياكم ونتعرف أيضا على آخر المستجدات في فقرة دار السعادة. مشاهدينا الأعزاء، أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية استضافة بطولة العرب لمصارعة الذراعين في 10 أوزان للرجال والشباب بمشاركة 150 لاعبا يمثلون 12 دولة حول العالم. وتقام منافسات هذه البطولة ضمن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، وذلك يومي 7 و8 من الشهر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، حيث أن هذه البطولة ستكون أيضا بإشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين. لمعرفة المزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام، معنا عبر الهاتف مباشرة الكابتن فيصل الغيص الزعابي، وهو عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. كابتن فيصل أهلا وسهلا فيك. أهلا أخوي، مساء الخير. سنور وسرور، يا مرحبا بك. طبعا في بداية الحديث طبعا يا ريت لو تكلمنا عن الانطلاقة المرتقبة غدا إن شاء الله لبطولة العرب لمصارعة الذراعين، والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بطولة العرب تعتبر البطولة الأولى هذه لمصارعة الذراعين في نعم، وفيها نخبة من اللاعبين المميزين، وما شاء الله في إقبال من المنتخبات، عندك المنتخب الأردني، المنتخب المصري، المنتخب المغربي، منتخب دول الخليج، ما شاء الله في إقبال وايد وفي لعيبة مميزين، وفتحنا لهم بعد فئة خاصة حق أصحاب الهمم في هذه البطولة. جميل جميل. نعم. طيب كابتن فيصل، حدثنا عن الدور الكبير حقيقة الذي لعبته الكوادر المواطنة في التطور الكبير اللي شهدته هذه الرياضة خلال السنوات الأربع الماضية. طبعا أول شيء أنا أقدم بالشكر لرئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية الشيخ عبد الله بن حمد السيف الشرقي. أول ما ضفنا اللعبة للاتحاد الإمارات وضع خطة، يعني قبل 5 سنوات كانت الخطة هذه صقل مدربين وحكام في هذه الرياضة، زيادة عدد البطولات لاستكشاف اللاعبين ورفع من مستوى اللاعبين للمنافسات الخارجية. السنة اللهم لك الحمد شاركنا في بطولة آسيا وأحرزنا 4 برونزيات، وكنا المنتخب العربي الوحيد الموجود في هذه البطولة. وهذا وماشيين في الأمور هذه بإذن الله. بإذن الله أكيد. طيب كابتن فيصل، إلى أي مدى يعتبر تنظيم البطولة ضمن فعاليات مهرجان بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة خطوة مهمة لتعزيز ممارسة هذه الرياضة تحديدا؟ بخصوص بطولة بينوس، رفع نفس ما قلت لك، رفع مستوى اللاعبين. اليوم إذا اللي يرفع من مستوى اللاعب كثر البطولات ترفع من مستوى اللاعبين واستكشاف الخامات الموجودة. اليوم نحن ممكن في بطولة بسيطة يعني تكتشف بطل ينافس لك في بطولة العالم،
طيب ماذا عن ما بعد بطولة بينوس كلاسيك؟ ما هي الخطوات التي ستتم أيضا من أجل استدامة استمرار ممارسة هذه الرياضة؟ كون اليوم احنا نتكلم كابتن فيصل عن هذه الرياضة، رياضة جديدة تعتبر لحد ما. صحيح. بعد بطولة بينوس كلاسيك نحن عندنا بطولة دبا لمصارعة الذراعين. طبعا بطولة دبا لمصارعة الذراعين أول مرة راح تكون في تاريخ 28، وفي نفس الوقت راح تكون مع بطولة المحترفين، في بطولة المحترفين اسمها كينج اوف تيبل موجودة في دولة الإمارات، تعتبر من أقوى بطولات العالم فيها المحترفين لمصارعة الذراعين. راح يلعبون بطولة المحترفين مع بطولة الذراع في نفس اليوم في نفس المكان، وهذا يرفع من مستوى، نفس ما قلت لك، يرفع من مستوى اللاعبين ويعطيهم شوية حماس، ويكون الأبطال المحترفين يلعبون معاهم، أو المحترف راح يكرم بعد الفائز من الهواة. وهذا شيء أول مرة يصير بعد عندنا إن شاء الله، وشيء مميز إن شاء الله دائما. الحضارات الغاكمة إن شاء الله عندنا بطولة آسيا إن شاء الله وبطولة العالم أكيد بإذن الله. كل التوفيق لكم إن شاء الله في خوض غمار هذه المسابقات والبطولات. كنت معنا الكابتن فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. شكرا جزيلا لك كابتن على هذه المداخلة. العفو. شكرا على الاستضافة وما قصرت. جزاك الله خير. العفو، حياك الله يا مرحبا. الله يحفظك. مرحبا استاذ، حياك الله. نعم مشاهدينا، نظمت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في فندق القصر بإمارة الفجيرة اللقاء القانوني، والذي ضم عددا من الخبراء والمختصين في القانون، حيث تناول هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون مع مختلف الجهات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفاصيل أكثر نتعرف عليها وياكم عبر الهاتف مباشرة مع المحامي حسن الريامي، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. ولكن بعد مشاهدة هذا الفيديو معا فلنتابع. نعم مشاهدينا، للحديث أكثر ونتعمق في تفاصيل هذا اللقاء القانوني معنا عبر الهاتف مباشرة المحامي حسن الريامي، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. يا مرحبا. سلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك. طبعا في البداية يا ريت لو تعرفنا على تفاصيل هذا اللقاء القانوني الذي تم تنظيمه من قبلكم. طيب في البداية إذا تسمح لي أستاذي الفاضل. تفضل عزيزي. من خلال منبركم الكريم أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل للقيادة الرشيدة للجهود الكبيرة التي تبذلها على جميع المستويات. نعم. نحب نشكر رئيس دولتنا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. الله يحفظه ويطول بعمره. آمين. نشكر نواب الكرام، نشكر حكام الامارات، ونشكر اولياء العهود. الله يحفظك. استاذي اوجه شكر رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره لقناتكم الكريمه على رعايتها واهتمامها بالانشطه والفعاليات اللي تقام في اماره الفجيره الجميله. الله يسلمك. استاذي بالنسبه للقاء القانوني الذي تم في اماره الفجيره، فهذا من ضمن اهداف الجمعية وحسب النظام الأساسي المعمود به، حسب خطة وأهداف الجمعية. وإذا تسمح لي أستاذي أن أعطي فكرة على السريع بالنسبة لأنشطة وأغراض الجمعية. نعم تفضل. الجمعية
من ضمن أهدافها استخدام كافة السبل والوسائل المتاحة بالدولة للارتقاء بمستوى أعضاء الجمعية من المحامين وأيضا القانونيين مهنيا وثقافيا واجتماعيا. أيضا من ضمن مهامها التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لوضع الأسس الكفيلة لتنظيم مزاولة مهنة المحاماة. أيضا تنظم جهود أعضاء الجمعية لتعزيز دورة مهنة المحاماة لأداء رسالتها السامية. أيضا من ضمن عملنا العمل على إعداد ونشر البحوث والدراسات وإقامة الندوات والحلقات الدراسية. هنا نوصل للهدف اللي تم أمس اللي هو التجمع القانوني في إمارة الفجيرة. هذا كان من ضمن أهداف الجمعية وحسب النظام الأساسي المعمول به وحسب خطة وأهداف الجمعية اللي هي إقامة الفعاليات القانونية. الهدف من هذا العمل على نشر الوعي القانوني لكل أطياف المجتمع بما يخدم المجتمع الإماراتي. أيضا يكون في توثيق أواصر الصلة بين الجمعية وأفراد المجتمع. المجتمع تعرف أستاذي مش الكل مطلع بالأمور القانونية. نعم صحيح. في كل حسب تخصصه، ولكن نحن نسعى من خلال الجمعية على نشر الثقافة القانونية وتوعية المجتمع. أيضا من ضمن أهدافنا إعداد مؤهلين من خريجي جامعات، وإن شاء الله يكون لهم نصيب في العمل القضائي أو القانوني في دولة الإمارات. طيب أستاذ حسن، يعني هل تم التطرق أيضا إلى أي تحديات قانونية قد تواجه المحامين والمختصين في القانون في هذا الوقت الراهن أم لا؟ نعم أستاذ الفاضل، بالرغم أن يعني كان الوقت ما يسعفنا، ولكن حاولنا جاهدين، واللقاء حضر نخبة من الأكاديميين القانونيين. فعلى سبيل المثال حضر لقاء عميد كلية القانون في جامعة الفجيرة، وأيضا نخبة من المهتمين والأكاديميين والمستشارين القانونيين الأفاضل. فاستغليناها فرصة أن نجمع الآراء ويكون نوع من أنواع التعارف والتلاحم، وأيضا نستفيد من خبراتهم كأكاديميين، وأيضا نوصل رسالة للخريجين الجدد أن الأساتذة الأفاضل في جامعة الفجيرة أو الأكاديميين أو المستشارين، كذلك أيضا وجود نخبة من المحامين المخضرمين في إمارة الفجيرة، وهم من الجيل الذي يعني تأسس في القانون وعمل في هذا المجال في المحاماة من فترة طويلة، فيستفيدون الخريجين الجدد والطلبة والعاملين في المجال القانوني من هذين الأكاديميين المخضرمين. نعم طيب أستاذ حسن، يعني يعطيكم العافية حقيقة على هذه الجهود المبذولة لخدمة القانون وتعريف أيضا المجتمع بثقافة القانونية. لابد من أن اليوم مجتمعنا الكريم بأن يحمل هذه الثقافة، أكيد ما في شك. يعني خلينا نتكلم بشفافية أكثر، يمكن أغلب الناس ما عندها ثقافة قانونية ولا دراية أصلا بالقانون، لذلك مثل هذه اللقاءات مهمة جدا، يعني لتحسين وضع الناس اللي مش عارفة ومش فاهمة في القانون، وتثقيفهم أيضا بالمعلومات القانونية لأن دائما متجددة وفي أبديت دائما على القوانين واللوائح أيضا. يعني نحن شاكرين لك هذه المداخلة. كنت معنا المحامي حسن الريامي، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على هذه المداخلة. شكرا الله يحفظكم. وإذا تسمح لي في الختام أستاذي، من خلال منبركم الكريم، أنا أدعو الموجودين من المحامين والقانونيين والمستشارين، عندنا لقاء قانوني في إمارة الفجيرة بتاريخ 19/9، فأرجو من خلال منبركم من يستطيع أن يتواجد فليتفضل إن شاء الله. شكرا على الاستضافة. شكرا لك، حياك الله، موفقين يا مرحبا. الله يحفظك، حياك الله، مشكورين. نعم مشاهدينا، لازلنا في إمارة الفجيرة حيث نظمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة
جلسة تشاورية مع الشركاء في إطار تحديثات الخارطة الاستراتيجية للدائرة، والتي تأتي ضمن جهود الدائرة المستمرة لتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع مختلف القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. مشاهدينا، المزيد من التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي. نظمت دائرة موارد بشرية حكومية الفجيرة ورشة تشاورية اليوم بالتعاون مع مؤسسة أداء الشريك الاستراتيجي في الجانب التقني والجانب الإداري، بحضور عدد من الشركاء على مستوى مؤسسات ودوائر حكومة الفجيرة. والحقيقة كان الهدف من هذه الورشة هو الظهور بالخطة الاستراتيجية التي تنظر لها دائرة الموارد البشرية باعتبار في السنوات القادمة إن شاء الله. كان هناك عدة برامج وأفكار طرحت من الحضور، وأيضا كانت هناك أفكار طرحت وأسئلة من جانب الفريق المحب الورشة. كانت أهدافنا أن تغيير البيروقراطية وتصفير البيروقراطية ما بين دائرة الموارد البشرية وجميع المؤسسات في جميع الإجراءات التي تخدم الموظف على مستوى حكومة الفجيرة. والحقيقة هنا نحن عدنا برنامج أوراكل تقريبا 80-90% الجوانب مغطاية ومعتمدة الإلكترونية جميعها، بالإضافة إلى البرامج الأخرى اللي هي برامج تدريب وتطوير وبرامج الباحثين عن عمل. حيث أن الباحثين عن عمل هي من العمال الرئيسية أو فور بيزنس التي تعمل على دائرة الموارد البشرية في حكومة الاستشارة. تطوير الموقع الإلكتروني، هذه الأعمال تم حصرها اليوم، وكانت هناك نظرة وكان إعداد لبرنامج ودراسة إن شاء الله راح تعد على مستوى موظفين الدوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، نسرق مخرج إيجابي شامل لشمل جميع المؤسسات تحت مظلة سياسات محددة. نعم مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. أقامت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في إمارة رأس الخيمة دورة تدريبية للشباب كانت بعنوان الشباب صناع التغيير، حيث يأتي ذلك تماشيا مع توجهات الدولة على تشجيع دور الشباب في صناعة القرار والتغيير. طبعا للتعرف أكثر عن هذه الدورة مشاهدينا الكرام وما تضمنتها من ورش وأهداف، يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة هديل عبد الرحمن البلوشي، وهي المسؤول الإعلامي لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية. أستاذة هديل، أهلا وسهلا فيك في استوديو الفجيرة. مساكم الله بالخير والسرور، شكرا على المداخلة، وتحياتي لمتابعين برنامج استوديو الفجيرة والقائمين عليه. أهلا وسهلا فيك. طبعا بداية ياريت لو تحدثينا عن الدورة اللي كانت بعنوان الشباب صناع التغيير، ما هي أبرز أهداف هذه الدورة؟ بداية أنقل لكم تحيات سعادة الخلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية. موضوعنا اليوم يكون عن دورتنا بعنوان شباب صناع التغير، اقتداء بجملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه لشباب الوطن: أنتم جيل مهم، نريد أن ننافس بكم العالم. جملة محفزة من قائد ملهم بأبناء الوطن تسهم في صنع التغير في المجتمع. من هذا المنبر أطلقنا الدورة التدريبية. نعم. التغيير هو انطلاق من منطقة الراحة إلى تحدي وإحساسي بمسؤولية المسؤولية. فاليوم الدورة كانت تهدف لتعزيز دور قدرات الشباب في إحداث التغير، سواء على الصعيد الشخصي الوظيفي المجتمعي، وطبعا يكون بشكل إيجابي. توضيح مفهوم التغيير بالنسبة للشباب وخطواته، كيف يبدون بإصدار بصناعة القرار والتغيير في حياتهم، أيضا كيفية مشاركة الشباب في حوار العام في المجتمع، ودورهم طبعا الكبير في نشر الوعي الثقافي في زمن التغيرات الرقمية.
نعم. طيب أستاذ هديل، كيف يمكن أن تؤثر مثل هذه الدورات حقيقة على صناعة التغيير؟ نفس الدورات تشارك الشباب وزيادة وعيهم بأهميتهم في المجتمع، تسليحهم يكون بالمهارات والكفاءة اللازمة لإحداث التغير، نعم، والوصول إلى مواقع قيادية ومهمة في المجتمع. الشباب أصلا يمتلكون قدرة على التفكير الإبداعي وتطوير حلول جديدة للمشاكل المجتمعية التي تكون من شأنها الإسهام في بناء مستقبل أفضل، ويكون على عاتقهم أساس مسؤولية كبيرة هي تطوير المجتمع نفس ما ذكرت في هالزمن التغيرات الرقمية. صحيح. طيب برأيك ما هي التحديات اللي يمكن أن تواجه هؤلاء الشباب في صناعة قراراتهم والتغيير أيضا من وجهة نظرك؟ قد يواجه الشباب العديد من التحديات وعقبات للمساهمة في التغيير. من بين هالتحديات نقدر نذكر المعلومات الكاذبة أو الإشاعات أو القرصنة الإلكترونية، وطبعا نشكر حكومتنا على جهودها المبذولة وإطلاق مبادرات لتقليل هذا النوع من التحدي في المجتمع. ومرات يكون ضغوط المجتمع والثقافة التقليدية التي قد تعرقلهم وتحد من حرية تعبيرهم، ولله الحمد مع رؤية قادتنا الرشيدة لدينا لكل تحدي مبادرة ولكل عرقلة حل، بس الشباب بحاجة للمشاركة في المجتمع بأفكارهم وآرائهم وتوجيههم للجهة المختصة لتبني هذه الأفكار طبعا بطريقة صحيحة وإيجابية. نعم. طيب أستاذ هديل، ختاما ما هي الرسالة التي تودون أن توجهونها للشباب المقبلين على هذه الدورة التدريبية أو حتى اللي خلصوا هذه الدورة؟ رسالتنا اليوم لكل شاب يتابعنا من خلال شاشتكم المرموقة، نؤمن بأن يجب على الشباب أن يكونوا على دراية بقضايا الاجتماعية البيئية الثقافية التي يواجهها المجتمع. يجب أن يكونوا جزء من صنع القرارات وإيصال آرائهم والعمل على تحقيقها بشكل فعال. فالشباب أنتم محرك الحياة في المجتمع والقلب النابض المجدد والمطور، أنتم طليعة المجتمع وقوة النشطة القادرة على قهر التحدي. جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية نسعى من خلال هذه الدورات لتوفير بيئة مناسبة للشباب للتعلم والتدريب لإكساب المهارات والمعرفة والتدريب المهني أيضا، الذي من شأن الإسهام في زيادة مشاركتهم في المجتمع ونشر الأفكار والمعلومات الجديدة. ما نقتصر نحن نعم. فعالياتنا بس على الشباب، بالعكس تدعم كافة أفراد المجتمع، نوفر لهم ورشات لزيادة المعرفة والتطورات اللي قاعدة تصير بالمجتمع. نعم. بس للشباب هو نصيب أكبر طبعا من الفعاليات والبرامج في مختلف المجالات، لذلك ندعوهم كلهم للمشاركة في فعالياتنا وأنشطتنا بالجمعية. نعم أكيد، يعطيكم العافية وبالتوفيق لكم. كنت معنا الأستاذة هديل عبد الرحمن البلوشي المسؤول الإعلامي لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية. شكرا لك. ونتمنى لكم التوفيق ومساء سعيد إن شاء الله. الله يسلمك، يا مرحبا بالطبع أستاذة هديل. يا مرحبا. نعم مشاهدينا اربطوا الأحزمة، سنأخذكم بجولة خفيفة لطيفة حول مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فقرة ترند في دار السعادة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ها قد وصلنا لمحطة فقرة ترند في دار السعادة، ونذهب بكم للخبر الأول، حيث دون سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله في تغريدة له عبر منصة إكس هنأ فيها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان بمناسبة الذكرى 43 لتوليه مقاليد الحكم في الإمارة قائلا: أخي الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم عجمان، لك منا كل التحية والتقدير، لك منا ومن شعبك كل المحبة والتوقير. وتابع سموه: بذلت غالي السنين لوطنك دولة الإمارات ولإمارتك الغالية عجمان تأسيسا وبناء وقيادة ومشاركة مخلصة في الحفاظ على كيان الاتحاد وروحه ومبدأه، رفيقا للمؤسسين ومساندا وعضيدا لمن جاء بعدهم. أخي الشيخ حميد، نفخر بك علما خالدا من أعلام دولتنا، ونفخر بأبنائك الذي يواصلون مسيرتك المباركة. ندعو الله أن يديم عليك الخير والصحة والتوفيق في مسيرتك المباركة. وختم سموه: أخوك الدائم على محبته محمد بن راشد، الله يحفظه ويطول في عمره.
طبعا مشاهدينا تفاعل أرواد منصة إكس مع تغريدة سيدي صاحب السمو حاكم إمارة دبي رعاه الله، حيث علق محمد وقال: الله يحفظكم وديم عليكم الصحة والعافية، اللهم آمين. وهناك عبد الله أيضا علق وقال: الله يحفظكم ويبارك فيكم ويمدكم بالصحة والعافية، اللهم آمين، جزاكم الله خير. ونروح وياكم مشاهدينا الكرام للخبر الثاني، حيث قال مركز العاصفة أن اليوم هو أول أيام طالع الجبهة وأول منازل فصل الخريف وثاني سهيل طالعة من اليوم وحتى 14 يوم، حيث يبدأ الجو فيها بالاعتدال نهارا وتنخفض درجات الحرارة عما كانت عليه سابقا وخصوصا وقت الصباح والمساء. أنا عارف أن هذا الخبر وايد يعني راح يشهد تفاعل كبير من قبل رواد منصة إنستغرام، وفي الحقيقة كان هناك تعليق أيضا من عباس على هذه المنصة وقال: يا هلا بيام كسر الحر، هي والله يا هلا فيها. ومحمد أيضا علق وقال: يشكرون مركز العاصفة على جهودهم المبذولة، حقيقة هذا المركز اللي نكون له كل التقدير والاحترام، نعم، فكلمة شكر قليلة في حقهم صراحة. خبرنا الثالث مشاهدينا والأخير، حيث يعتبر الأمريكي رونالد واين الشريك المؤسس الثالث لشركة أبل مع ستيف جوبز وستيف وزنايك، ولكن بعد 12 يوم فقط من تأسيس الشركة قام ببيع حصته في أبل مقابل $800 فقط، واللي تصل قيمتها الحالية إلى $345 مليار. وعند سؤاله عن سبب بيع حصته قال أن خوفه من أن يكون مسؤولا عن ديون الشركة كان سببا كافيا للخروج من هذه الشراكة. هذا الخبر وتصريح رونالد واين تفاعل معه رواد منصة إنستغرام، حيث علق خطاف وقال: ما كان من ضمن المقسوم لا أكثر. صحيح خطاف، أنا أتفق معك. أما ريم قالت: من لا يتحمل العواقب لا يحلم بالنجاح. مشاهدينا كانت هذه أخبارنا في فقرة الترند في دار السعادة، وطبعا يمكنكم أنتم اقتراح المواضيع التي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاغ استديو الفجيرة وعبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتلفزيون الفجيرة. أما الآن فاصل قصير وسنعود بكم لأكيد استكمال ما تبقى من فقرات في استديو الفجيرة، انتظروا. أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا ومشاهدينا أينما كنتم، وما زلنا مستمرين معكم ومع فقراتنا المنوعة في برنامجكم برنامج استديو الفجيرة. والآن سننتقل بكم لفقرة متميزون. نعم مشاهدينا، في هذه الفقرة ضيفتنا اليوم شابة متميزة من بنات إمارة الفجيرة، صاحبة تفكير إبداعي ولها رؤية نقدية وتحليلية، كما أثبتت جدارتها وقدرتها في الشعر والكتابة. شاركت في العديد من الفعاليات وحصدت المراكز الأولى. رحبوا معنا في فقرة متميزون بالكاتبة والشاعرة بشاير اليليلي. أهلا وسهلا في أستاذ بشاير. أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيدة كوني معاكم، وأن طبعا قناة الفجيرة تحتوي مثل هالمواهب الشابة. الله يسلمك، نحن أكيد أسعد ويا مرحبا طبعا في استديو الفجيرة. بداية تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين من هي بشاير اليليلي؟ أنا بنت الإمارات بشاير سعيد سيف اليليلي، عمري 28 عام. طبعا عندي موهبة الكتابة من الصغر، أكتب شعر، وأيضا عندي موهبة كتابة التحليل النقدي، فزت بعدة مسابقات، خريجة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تخصص أدب، والحمد لله حققت عديد من النجاحات وفزت كثير من المسابقات في المراكز الأولى. ما شاء الله عليك، إن شاء الله تدوم يا ربي. ومثل ما ذكرتي أنت درجتي في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية قسم الأدب أكيد، وتخصص لغة عربية. يعني كيف خلينا نقول انعكست دراستك هذه الأكاديمية على موهبتك في الكتابة والشعر؟
هل دعمتها؟ أكيد 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 جامعتي دعمتني وكانت الداعم الرئيسي لي. طبعا كان عندي مركز في الجامعة اسمه مركز التميز، مؤسسة أستاذة موزة الكعبي، طبعا أحييها من هذا المنبر. أستاذة موزة دعمتني وهي دخلتني في مجال التحليل النقدي، وأيضا دخلتني في مسابقات شعرية فزت فيها في المراكز الأولى. فما أنكر أن جامعتي كانت الداعم وكانت سبب في تميزي وتألقي. جميل جدا. أنا حقيقة متشوق وايد أني أنا أسمع منك قصيدة، فيا ريت نسمع شيء من عندك. إن شاء الله. أنا حابة أني أقول لك الحين بس بيتين، وإن شاء الله في الختام راح أقول لك القصيدة اللي فزت فيها على مستوى مركز بيد الثقافي. نعم. الحين بقول لك قصيدة عن العيد كنت كاتبتها، وهي: يا عيد لا تنسى الأرامل وليتام، عيد عليهم وهدهم فرحة اليوم، وهد الفقارة بسمتك قبل لا تنام، أرجوك لا تترك بها الناس المحروم وسلامتكم. الله يسلم. إن شاء الله ختاميتها أقول لك قصيدة حلوة بإذن الله. بإذن الله تعالى. أكيد. بما أنك شاعرة ما شاء الله عليك ومحبة أيضا للشعر، كيف اكتشفتي هالموهبة، ومن هو مثلك الأعلى في القصيد والشعر؟ أمانة أنا توجهت لهذا، يعني الموهبة هذه ظهرت عندي وأنا في عمر 10 سنوات، لأن الوالد حفظه الله يعني ما شاء الله متألق في الشعر النبطي ومتميز، فكنت أنا أستمع لقصائده، وكانت عنده سيديات صادرة باسمه جرح الزمن، فكنت أستمع وأحاول أني أتعمق أكثر في الشعر، إلى أن بديت أتعلم وبديت أمتلك هذه الموهبة، وظهرت مع مركز الفجيرة الثقافي، وظهرت على مستوى الفجيرة في قصيدة بعنوان أبهرت العالم، طلعت فيها المركز الثالث. ما شاء الله عليك. من هنا ظهرت عندي الموهبة. طيب ما شاء الله، أنت حصلت العديد على أو العديد من الجوائز، سواء بالتحليل النقدي أو حتى في الشعر. تخبرينا تفاصيل هذه التكريمات والجوائز؟ نعم، ولله الحمد، من بعد الله سبحانه وتعالى ثم جامعتي، فزت في المركز الثالث على مستوى الفجيرة، طبعا نفس ما قلت لك في مسابقة الشعر. نعم. قصيدة وطنية، وأيضا فزت في المركز الأول في التحليل النقدي لرواية الحي الحي، وطبعا هذه الرواية أساسا رواية فيها عبقرية الكاتب، ومن خلال هذه الرواية أنت تصل إلى عبقرية الكاتب، وطبعا هو الكاتب متميز وكاتب إماراتي. وأيضا عندك فزت في المركز الأول لتحليل نقدي لديوان شعر الشيخ زايد، وطبعا أنا استندت على كتاب محمد نور الدين. نعم. دراسة تحليلية نقدية لشعر الشيخ زايد، وأيضا تحليل نقدي لكتاب سرد الذات للشيخ سلطان القاسمي. جميل جميل. طيب الحمد لله، وكلها حصلت فيهم مراكز أولى ولله الحمد. جزاك الله خير. طبعا أكيد موفقة دائما وأبدا. بشار نسمع قصيدة إن شاء الله. في قصيدة أنا عديتها في المركز الثقافي، وطبعا فزت فيها نفس ما قلت لك المركز الثالث، وهي بعنوان أبهرتي العالم. جميل، نسمعها. انكتبت عنك قصايد كثار، من ناس كبار ومن ناس صغار، لفتي حولك كل الأنظار، وأنا من اللي بحب السار، يا دار ما مثلها دار، عطتنا كل عزة ومقدار، معروفة بين الدول والأقطار، يا دار زايد حبك الرسم بقلبي وشار، بنت أحلى الدول عندي بكل إصرار، أحبك وكل ليلت وكل افتخار، بالأول كيف كنتي واليوم شوفوا شو اللي صار، تكونتي وصار اتحادك عزة لك الطامع وغدار، عمار يا الإمارات عمار، عسى نشوف فيك الأمن والاستقرار، ونصونك ونرعاك ونكون لك الابن البار وسلامتكم. صح لسانك يا بشار، يعطيك العافية على هذه الأبيات. الله نروح ننتقل وياك من الشعر بشاير للأدب، وتحديدا أنت ما شاء الله الحين قاعدة تحضرين لكتاب رونق البشاير. نعم. وجايبتنا على اسمك يعني رونق البشاير. طيب تعطينا تفاصيله هذا الكتاب. طبعا هو بما أني أنا تعمقت أكثر في مجال المقالات التحليلية النقدية، راح يكون كتاب يحتوي على مقالات، هذه المقالات فلسفية، بما أني أنا أساسا حاليا من الناس اللي صنعني بيت الفلسفة، وأيضا التحقت في دورات عديدة من بيت يعني مع بيت الفلسفة وبالذات مكتبة البرقاوي، فأيضا قمت بصنع برودكاست صوتي في بيت الفلسفة، فحبيت أن كتابي يكون فلسفي وأدبي في نفس الوقت. نعم، أنت ذكرتينا
بمن بالطيب يذكر حقيقة وهو الدكتور أحمد البرقاوي. جميل هذا الشخص حقيقة، هذا الفيلسوف العظيم، أنا أكون له كل تقدير وكل احترام وتحية من هنا من منبرنا أكيد منبر استديو الفجيرة لهذا الشخص أكيد، وهذا الرجل الروح وياك للتحديات اللي واجهتيها بشاعر. أكيد أنت واجهت تحديات خلال مسيرتك الأدبية الشعرية حتى الأكاديمية بعد. أكيد. فشو هي أبرز هذه التحديات اللي واجهتيها وكيف أيضا قدرتي أنك أنت تتغلبين عليها بشاعر؟ أمانة أستاذ، لابد من وجود تحديات وعقبات لكل كاتب، وبالأخص أنه ما راح يلبس البيئة اللي راح تحتوي أو تدعمها. لكن صحيح. أنا أقول لكل كاتب، أنت ككاتب أو شاعر أنت لازم تبحث عن البيئة، ما هي البيئة اللي تبحث عنك، يعني أنت اللي لازم تحاول تنشر كتاباتك، تحاول أنك تظهر، تحاول أنك تسعى للوصول. والتحديات والعقبات اللي تكون من الحياة أو من البيئة اللي تحتويك، أنت لازم تحاول أنك تغلب ظروف، تغلب الظروف مهما كانت. يعني أنا أم لطفلين، لكن رغم هذا أنا أكمل دراستي والحمد لله فزت بمسابقات، والحمد لله مثلت إمارتي ومثلت دولتي، والله يقدرني وأمثل دولتي في أعلى المنابر يا رب العالمين بإذن الله. المرأة الإماراتية قادرة، وإحنا من كم من يوم كنا في يوم المرأة الإماراتية نحتفي ونحتفل حقيقة بهذا اليوم العظيم لسيدات الإمارات اللي نكون لهم كل تقدير واحترام ونثق فيهم ثقة عمياء بأنهم قادرات على تحمل المسؤولية وفي شتى المجالات أكيد، وأنت من ضمنهم. بشاير، لو سألتك، أنا دائما السؤال هذا أطرحه على الشعراء والكتاب، هذا في أوقات معينة بشاير أن تحبين تكتبين فيها قصيد أو تكتبين حتى كتب، خلينا نتكلم في الأدب، حتى في أوقات معينة ولا ما عندك مشكلة في أي وقت؟ لا صراحة أنا دائما أقول أن الليل هو وقتي، ودائما يعني ما أكذب عليك، أحيانا قبل لا أنام أجهز قدامي ورقة وقلم عشان أكتب أفكاري. ويمكن أغلب المبدعين اكتشفت أنه يحبون وقت الليل بالذات. يعني أيضا بعض المواقف اللي تهزني دائما تكون لي كتابات خاصة فيها، يعني بالأخص فقد أو ألم خاص أشعر فيه، ألاقي سبحان الله أن الكتابة قاعدة يعني وقتها خلاص أنا لازم أكتب، لازم أعبر عن شعوري وأنطلق فيها. صحيح. أنا دائما الكتاب أو أغلب الكتاب حقيقة والشعراء يقولوا لي أن أو أشوفهم أنهم يكتبون دائما في الحزن، فأنا دائما أختلف معاهم في هالموضوع، أنه مش ضروري دائما الشاعر عشان يكون شاعر أو عشان يكون كاتب يكتب في الحزن، خواطره لازم تكون حزينة أو بمعنى لا. صحيح. الدنيا بعد فيها فرح وجانب مضيء جميل، إلى هناك ما في شك جانب مظلم أكيد، ولكن الجانب المضيء أنا أشوفه أكبر، ليش ما نكتب في الفرح، نكتب في السعادة، نكتب في الأمل دائما. أمانة أستاذ أنا معاك في هالشيء، وما أكذب عليك أنا دائما يوم أكتب عن وقت الحزن أحب أني أعقبه بالفرح. يعني دائما أقول أنه لا تتوقع أن بس هذا الألم راح يستمر، ممكن يصنع فيك نجاح، ممكن يصنع فيك أمل، ممكن يصنع فيك طموح. فدائما يعقب أي شيء أنا أكتبه أحب أحط الإيجابية. جميل. يعني خلف كل ألم أمل. أكيد. أنا سعيد جدا بتواجدك معنا، نشكرك حقيقة على تلبية الدعوة وحضورك هنا إلى استوديو الفجيرة. شكرا لك أكيد بشاير اليليلي الشاعرة والكاتبة، يعطيك العافية. وأنا أسعد والله صراحة، وأشكر قناة الفجيرة أنها احتوت المواهب الشابة، وإن شاء الله الانطلاقة لكتابي بإذن الله رونق البشائر راح يكون من قناة الفجيرة، وبإذن الله تشوفوني من أعلى لأعلى ومن تميز لتميز بإذن الله. بأن نتمنى يعطيك العافية أستاذ، سعيدة صراحة بحضوري معك. شكرا لك أكيد. شكرا مشكور. لك العافية. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وسنعود إليكم، انتظرونا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، وما زلنا مستمرين وياكم مع فقرات برنامج استديو الفجيرة، والحين بننتقل وياكم لفقرة حديث الفجيرة. نعم مشاهدينا، ضيفنا في هذه الفقرة لم يقف عند تصنيفه،
كأول مغامر إماراتي يتسلق أعلى قمة جبل في العالم وهي قمة جبل إيفرست، وأعلى 7 قمم أيضا في العالم، عن السعي نحو تحقيق أهداف أكبر وطموحات أكثر لإنجازات أكثر أكيد، حيث نجح في قيادة فريق الإمارات إلى تحقيق المراكز الأولى في ماراثون إيفرست بجبال الهيمالايا في نيبال، والذي يعتبر أعلى سباق من نوعه في العالم. ما ننسى أكيد تسليط الضوء على مبادرة قمة السلام التي تهدف إلى نشر رسائل السلام من دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى كافة دول العالم. تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها مع ضيفنا وإنجازاته طبعا في فقرة حديث الفجيرة. رحبوا معي بالمغامر سعيد المعمر. سعيد أهلا وسهلا فيك. مليون الله يجزاك خير. يا مرحبا بك. طبعا أنا سعيد جدا بتواجدك معي اليوم أمانة. يا ريت أيضا تخبرنا عن مشاركتك في قيادة ماراثون إيفرست بجبال الهيمالايا في نيبال وتحقيق ما شاء الله المراكز الأولى في هذا الماراثون العالمي. طبعا عندنا نحن شركة إيفرست سبورت. نعم. الرياضية أطلقنا. نعم. نسخة الأولى لتحدي قمم الإمارات. نعم. على مستوى الإمارات الخمس، والحمد لله اللي فاز معانا حصلوا رحلة للمشاركة في أعلى ماراثون في العالم كأول فريق، فالحمد لله قدنا هذا الفريق وشاركنا في أعلى ماراثون في العالم وحققنا المراكز الأولى، ف هذا يعني بحد ذاته إنجاز كبير. طبعا يعني أكيد أكيد من قمم الإمارات إلى قمم العالم أكيد ما في شك. أنا للأمانة سعيد يعني لفت نظري وشد انتباهي شوي في هذه من ضمن هذه المشاركات كلها مشاركة أصغر يعني طفل تقريبا أو شيء عندكم أصغر متسابق أو متسلق خلنا نقول. خبرنا عن بالنسبة لأصغر مشارك تحت الخمسة عشر يعني 18. نعم. كان غيث سعيد المعمري. ولدك. اي نعم. ما شاء الله. اكتشفناه في تحدي قمم الإمارات والحمد لله اشتغل يعني خلال الفترة هذه على نفسه وتأهل معانا في تحدي قمم الإمارات إلى إيفرست. سبحان الله شاركنا في الماراثون هذا وكان أصغر مشارك يشارك في الماراثون بشكل عام من استوى الماراثون هذا أول أصغر مشارك يشارك فيه ما شاء الله. والحمد لله حقق المركز الأول تحت 18 فبحد ذاته يعني كان إنجاز وفخر لنا وفتح كذلك للشباب اللي في جيله أنه ما في شيء مستحيل وبإمكاننا نحن كذلك أن نصل ونحقق أرقام عالمية. فكانت رسالة جدا جميلة من الأشبال أنهم كذلك قادرين أنهم يرفعون علم دولة الإمارات في المحافل الدولية. ومن هني سبحان الله حتى يعني كنت أسأله أقول له شو بعد أعلى ماراثون في العالم، يقول لي أبغي أمثل الأولمبيات دولة الإمارات في الأولمبيات. شوف هدفه وين راح. فهذه اللي نحن نبغي نزرعها في أبنائنا أن حب التميز حب الوصول وتحقيق أرقام قياسية وتمثيل الدولة بأفضل الصور. نعم جميل. طيب أنا الأمانة يعني أملك سؤال على الصعيد الشخصي ودي أسألك إياه. أنت يعني عارف ومثلك لا يعرف أغلب الناس سعيد اليوم تقريبا يكون عندها فوبيا من الأماكن المرتفعة من الأعالي خلنا من القمم من الأمور المثالية، ولكن فئة قليلة طبعا اللي ما عندها خوف من هالشيء. أنت أنا أتوقع واحد منهم يعني. فهل وأنت قبل ما تخوض هذا المجال كانت عندك فوبيا وكسرتها أنت تحديت نفسك خلنا نقول؟ هو دائما لأن الموضوع وايد مخيف ترى. أنت لو تشوف أنت من ناحية أنه مخيف أو عندك تجربة سابقة أو بس مجرد أنك أخذت الثقة في نفسك وحاولت تدخل يعني كثيرين في من الشباب اللي كانوا معاي كانوا يخافوا من المرتفعات يخاف يوقف على الحافة يخاف من شيء اسمه، لكن سبحان الله خذنا مر خاصة إذا بتروح مع شخص متمكن يعني واثق وعنده خبرة مرة مرتين تحس عمرك راح. أنك هذا كل اليوم عندي الشباب كانوا قبل كم سنة والله أنه يخاف اليوم تشوفه على القمة بروحه سبحان الله، بس أنه كان في حاجز وكسره كيف مع الممارسة مع التجربة. فالناس توقف قال لك لا خلاص هذا حدي، لا جرب حط الخطوة الثانية صدقني بتحس نفسك أنت مو بحسن عن غيرك ولا هم أحسن عنك، بس حاول تجرب حاول تكسر هالحاجز
لان انا اشوفها اكبر مغامره هذه. لا والله مع الممارسه صدقني يعني بتكسر كل الحواجز. يعني تحدي كبير بالنسبه لي بالنسبه للفريق هذا، ترى مو بالمشاركه، وصوله لخط البدايه كان اكبر تحدي امانه. يعني انا الناس كانت تفكر انه بنشارك، انا افكر كيف اخذ هالفريق اوصله لخط البدايه، علشان بالفعل انت تتحدث عن ارتفاع 6000 مو بشوي. انا قاعد اقول لك ونحن على مستوى سطح البحر، وجونا يعني يوصل موجب 50 تدخل على سالب 50. ف يعني حتى الشباب متعودين على رتل معين، تمارين معينه، فقلت لهم اكسروا كل القواعد بالنسبه اللي تاخذوها هني، نمشي معانا نحن. الحمد لله عندنا خبره في هذا المجال، فكيف خليناهم يتاقلموا مع الارتفاع، مع البروده، مع هذه رحله 7 أيام للوصول الى القاعده الاساسيه لقمه جبل ايفرست واللي هو خط البدايه. هذا كان اكبر تشالنج، يعني كانوا الناس حتى قدامهم يطيحون، ناس ما تقدر تكمل. ليش؟ ما عندهم هذه الخبره او المعلومات او ما حتى اللياقه، بعد يحتاج الموضوع للياقه كبيره. وهو صدقني كل ترى ذهنيه، انا اقول دائما لياقه ذهنيه، كل ما تهيئ نفسك نفسيا وذهنيا للخوض التحدي معين، هذا يعطيك 80%. بعدين تتكلم عن اللياقه البدنيه بس من الداخل، واذا كنت انت بالفعل حطيتها الهدف ومصر وقعدت تشتغل عليه، صدقني في ناس كنت مستحيل يعني تشوف اشكالهم تقول هاي يوصلوا، لكن عنده اصرار وعزيمه ومقتنع انه بيوصل، او حاط يقين انه هو هناك، سبحان الله تحصله موجود. فكل ما تفائلت وكل ما يعني حسيت نفسك انت تقدر تنجز هذا الشيء بتنجزه، حتى لو كانت في تحديات، لكن سبحان الله يعني كثير من الناس الاصرار والعزيمه والثقه هذه بحد ذاتها يعني اعتبرها انا انجاز. وخاصه اذا كنت ماشي على النهج القاعده الاولى في 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 هذه المغامرات او في هالنوع من المغامرات اللي هي السلامه اولا. اذا عندك السيفتي انت محافظ عليه وعندك قواعد هذا السيفتي وقواعد السلامه اكيد، فانت اتوقع هذا جزء بعد من الاطمئنان ويعطيك ثقه ايضا في نفسك اني انا سيفتي وما عندي مشكله، بصعد ان شاء الله وبوصل. صح. الشعور سعيد بعد ما وصلت لهذه القمه، كيف كان شعورك وانك انت يعني كسبت هذا التحدي؟ والله كان امانه كان تشالنج كبير. يعني تعرف انت مو بقاعد تتكلم عن سعيد، انا سعيد الحمد لله خضنا تجارب كثيره وحققنا ارقام كثيره، لكن تتكلم انت ماخذ مثل ما قلت جروبك طفل 15 وناس اول مره تروح الارتفاعات هذه والتحديات هذه كلها، وفي وقت وجيز لازم تاخذهم على خط البدايه بالسلامه وترجعهم على خط النهايه بالسلامه. فكان انا كل همي هذا، ولكن سبحان الله يعني التدريبات، اتخيل انا اليوم الثاني قعدوا من الصبح لبسوا شورت وقالوا لا بنسخن، قلت لهم لا يا جماعه الموضوع مو بشذي، الموضوع هني بس اتاقلم ارتاح، لاحق على الجري ولاحق على هذا. فكل شيء اختلف يعني كامل عندهم بالنسبه لنظام التدريب. فسبحان الله يعني يوم وصلنا اطلقنا يعني الخط البدايه، شفت الشباب طايرين، ما ادري هو هروب من البرد ومن الارتفاع باتجاه خط النهايه، وفي نفس الوقت يعني الفتره اللي تاقلموا فيها كانت كافيه انها تعطيهم طاقه انهم ينزلوا بكل اريحيه. وانصدمت انهم ما شاء الله كلهم في المراكز الاولى، فاخذنا تحت سن ال 15-18 الاول، فئه الرجال الاول، فئه النساء الاول، وفئه كفريق اول فريق. فهذا كان انجاز وفخر كبير يعني اني اشوف علم دوله الامارات في منصه التتويج وكل الابطال يعني من دوله الامارات. يا سلام، الحمد لله يعني فخر كبير. دائما دائما انا اردد هالجمله ان المهم مش في الانجاز، الانجاز الحقيقي هو رفع علم دوله الامارات في اعالي القمم. هذا دائما انا المهم عندي بالنسبه لي حقيقه، وليس الجوائز ولا كسب التحديات ابدا. نعم نعم. فيعطيكم العافيه اكيد. نروح لحقيقة تنفيذك مبادرة قمة السلام، وتحديدا في هالموضوع أتكلم عنه على
دعم سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظها الله لهذه الفكرة، وكيف بدأت الفكرة هاي السيد أيضا؟ بدأت هاي الفكرة تقريبا قبل 7 سنوات، وطرحتها على سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فسبحان الله من قلت له أعطاني أمان، أعطاني ثقة، قال لي ولدي تقدر؟ قلت له نعم. قلت له كنا جالسين كذي، أقول له هذا تشوف الكلينكس هذا، بس أمد إيدي وأشيله، بس أبى حد يسندني. قال أنا معك. تعرف هذه كم تسوى؟ إنه يعطيك قائد، يعطيك ثقة، ويعطيك أمان، لا تفكر في أي شيء، أنت تقدم وأنا معك. فهذا كان أكبر دافع لي أني أنطلق بهذه المبادرة. طبعا جت فترة ووقف الدعم عني، لكن سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي صراحة وقف معاي وقفة كبيرة، يعني فضل الله ووقفته قدرت أحقق أكثر من 50 قمة، 50 دولة رفعت فيها علم دولة الإمارات، وهذا كان يعني لولا الله سبحانه وتعالى ودعمه ما كنت قدرت أصل لهذا الرقم. واليوم الحمد لله يعني أنا أسبوع جاي من تقريبا 4 أيام حققت القمة 126 دولة، يعني الرقم الموجود في من سنة 1940 لين اليوم 75 عالميا في 70، يعني أنا أتكلم عن دبل الرقم هذا، وقريبا إن شاء الله سنصل بهذه الرسالة، رسالة دولة الإمارات، رسالة السلام، رسالة سيد الشيخ محمد، الشيخ محمد بن حمد ومحمد بن زايد وشعب دولة الإمارات إلى أعلى قمم دول العالم. وإن شاء الله أنا الحين أشوف علم دولة الإمارات مرفوع فوق أعلى قمم دول العالم كأول علم في التاريخ، وأول إنسان اللي هو الإماراتي العربي المسلم، ترى أنا ما أمثل بس الإمارات، أمثل العرب والمسلمين في طموحهم، في إرادتهم، في عزيمتهم، في إصرارهم للبلوغ أعلى قمم دول العالم. الحمد لله رب العالمين على يعني هذا الإنجاز الحقيقة. يعني أنت تتكلم، والله العظيم أنا أشعر بفخر كبير يا سيد أمانة، يعني أن علم دولة الإمارات يرفرف على أعلى قمم جبال العالم، فهذه بحد ذاتها تكفي. يعني قبل ما أدخل الاستديو عندي ما شاء الله خارطة كبيرة في البيت، فقاعد ألف على الخارطة أشوف ما شاء الله حققت، يعني أمشي على الخارطة يعني أشوف علم دولة الإمارات حاط أعلام كذي، فأحس إنه غطى من مركز القطب الشمالي إلى مركز القطب الجنوبي، من أعلى قمة في العالم إلى أخطر قمة في العالم إلى أعلى قمم قارات العالم. نعم. بعدين بدأ على قمم دول العالم، فهذا بحد ذاته الحمد لله. أكيد إنجاز. أكيد الله يجعلنا دائما وأبدا إن شاء الله في خدمة هذا العلم، وفي خدمة هذه الدولة، وفي خدمة شيوخنا الكرام، أكيد حكام هذه الدولة. سعيد جدا بتواجدك معي أكيد المغامر سعيد المعمري، شكرا جزيلا لك على ثبيتك الدعوة وتواجدك هنا في استوديو الفجيرة. والله أنتهز هذه الفرصة، أول شيء أشكر قناتكم على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر كل من وقف وياي، الله يسلم، من والدتي، من أهلي، استهلون الله ربعي، من الكل أمانة، الشيوخ كلهم الله يطول، من رئيس الدولة لين أصغر شيخ الله كل وقف معي، الله يطول، وحتى الأجانب الكل يحب السلام، فكل الشكر والتقدير على وقفتكم معنا، وإن شاء الله معا سنصل بهذه الرسالة السامية اللي هي ليست فقط رسالة دولة الإمارات، رسالة ديننا، دين السلام والتسامح. تسلم، شكرا الله يعطيك العافية. نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذه الليلة، انتظرونا يوم الاثنين القادم بإذن الله، ولقاء جديد يجمعنا بكم في نفس التوقيت ولكن بمواضيع جديدة ومختلفة وضيوف متميزون. أكيد نذكركم مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعتنا عبر صفحات تلفزيون الفجيرة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومتابعة البث المباشر عبر تطبيق تلفزيون الفجيرة. وإلى أن نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة من استديو الفجيرة، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، ودمتم في رعاية الله.